والله إن بعض أهل السرطان بعضهم عندما أخبروا سجدوا لله سجدة يحمدونه جل وعلا ورفعت بلاياهم، نعم، وشفوا من السرطان، نعم. لما الذي شفى أيوب من الأدواء كلها؟ ألا يرفع هذا الداء من بدنك مهما قال الأطباء؟ ولذلك أيوب ما قال لمريض لبشر مثله إني مسني الضر، إنه دعا من بيده كشف الضر جل وعلا.